استهداف مقر وزارة الدفاع في مأرب ألا يستدعي الوقوف على قدرات الجيش الوطني وإعادة الاعتبار إليه؟ من يدير الأمن في البلاد؟ ماذا عن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية؟ وما هو مفهوم أدائها؟ ولماذا يغيب قادتها خارج البلاد؟ أهلا بكم. استهداف اجتماع لوزير الدفاع وكبار قادة الجيش بمأرب يكشف عن فجوة أمنية وضعف استخباراتي في المنظومة الأمنية والاستخباراتية العسكرية للجيش الوطني. فما هي أسباب ضعف الجانب الاستخباراتي ومنظومته الأمنية التي تؤمن الجيش والحكومة فيما تقبع قيادات الأمن السياسي والقومي في السعودية؟ إلى أين يمضي مسلسل تصفية القيادات العسكرية والأمنية والرسمية؟ هل باتت مهمة الجيش الوطني في مأرب تقتصر على تسجيل ضحايا مؤسسته بأدوات الميليشيا الحوثية أو الإماراتية؟ لماذا أخفقت الدعوات في لملمة الجيش وتنقيته من ملفات الفساد وإعداده من أجل استعادة الدولة؟ والأهم من ذلك، لماذا علقت المعارك في نه؟ ما الذي ينتظره الجيش في مأرب؟ وكيف يمكن للجيش أن يظل حبيس القرار السعودي خصوصا فيما يتعلق بالتموين والتسليح بمقابل التسليح الكبير والتطوير العسكري والقتالي الذي تشهده الميليشيا في البلاد؟ انفجار عنيف يستهدف اجتماعا لوزارة الدفاع حضره الوزير وكبار قادة الجيش في مأرب. تعددت الروايات حول مصدر الهجوم، إلا أن معظم المصادر تشير إلى أن الاستهداف كان بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي، غير أن مصدرا عسكريا رجح للمساء اليمني أن الاستهداف ربما يكون بصاروخ أطلق من طائرة مقاتلة أو طائرة من دون طيار، معللا ذلك بأن موقع مقر قيادة وزارة الدفاع يجعل منه هدفا صعبا أمام الصواريخ الأرضية، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الكثير من التكهنات حول الطرف الفاعل وهدفه، خصوصا وأن هذه الحادثة تأتي عقب أيام قليلة من كشف رئيس هيئة عمليات الجيش الوطني اللواء الركن ناصر الذيباني لقناة يمن شباب عن توجه إماراتي لإسقاط مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في وقت سابق. الذيباني أوضح أن أبو ظبي قصفت بالطائرات كتيبة كاملة في يوم واحد بصرواح وخططت لإسقاط محافظة مأرب، وقتلت 2 من ضباط الجيش الوطني بعيدا عن مسرح المواجهات بـ20 كيلومترا دون أي مبرر. لهذا كله يقول البعض إن استهداف الجيش الوطني وإسقاط مأرب بات هدفا مشتركا لكل من ميليشيا الحوثي ودولة الإمارات، لكن ماذا عن الجيش نفسه؟ لماذا لا يزال غير قادر على حماية وحداته وقياداته بعد أكثر من 4 أعوام على إنشائه؟ سبق وأن ارتفعت أصوات كثيرة تنتقد ضعف الجانب الاستخباراتي والمنظومة الأمنية للجيش في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، والتي قادت إلى إخفاقات عديدة في تأمين قيادات الجيش والدولة. رئيس شعبة الاستخبارات السابق اللواء محمد طماح لقي حتفه وإلى جواره عدد من قيادات الجيش الرفيعة في إحدى العمليات التي تبنتها ميليشيا الحوثي، ولكن كثيرا من الغموض لف تفاصيلها حتى لكأنها تبدو عملا يستهدف إبقاء الحالة الأمنية للجيش على وضعها، وتبقى احتمالات استهداف قيادات الجيش قائمة. موجة الانتقادات لأداء الشرعية وإخفاق المؤسسة العسكرية في تأمين أفرادها تتصاعد في ظل استمرار الدعوات لإصلاح الجيش ومكافحة الفساد داخل هياكله، ليكون قادرا فعلا على حمل مهمة استعادة الدولة وحماية اليمنيين. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي والكاتب عبد العزيز المجيدي عبر الأقمار الصناعية من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير بداية أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار عليك وعلى السادة المشاهدين. اهلا بك استاذ عبد العزيز. في اي سياق تقرا استهداف مقر وزاره الدفاع في مأرب اليوم ومقتل جنديين احدهما سائق وزير الدفاع؟ اذا قرانا المساله في سياق الحرب فهي عمليه متوقعه، وفي اي لحظه بالامكان استهداف وزاره الدفاع او اي مرفق او معسكر يتبع الجيش الوطني، وبالتأكيد هو يسجل إلى حد كبير نجاح للطرف المعادي الذي قام بعملية القصف
وبنفس الوقت أيضا حالة إخفاق استخباري وأمني للجيش الوطني وللسلطة الشرعية. لكن في سياق الظرف الذي تعيشه البلاد الآن وعمليات والأجواء التي نعيشها الآن في الترتيب لعملية ربما وضع سيادة البلد تحت الوصاية المباشرة للتحالف العربي، ربما يكون هناك لبس كبير في مسألة الجهة التي قامت باستهداف وزارة الدفاع وأيضا التوقيت. ما هو يعني اللبس أستاذ عبد العزيز؟ مسألة ان يهاج حتى الآن كان هناك يفترض بيان من وزارة الدفاع لتوضيح ماذا جرى بالضبط، وهناك الرواية تتحدث عن أن الهجوم استهدف اجتماع لوزير الدفاع وكان بوجود قائد التحالف العربي السعودي. هذه رواية، ورواية ربما أخرى لا أحد أو يعني احتمالات أخرى لا أحد يعرف بالضبط ما هي التفاصيل التي حدثت، وكان يفترض أن يصدر هذا البيان، لكن لماذا تأجل هذا البيان؟ نحن نتابع حتى هذه اللحظة صدور بيان من قبل وزارة الدفاع للتعليق على الهجوم، لم يصدر أي تعليق. وكما لو كان هناك طرفا ما ربما يريد صياغة رواية معينة بحيث أن يعني يضع حدا لمسألة ربما التأويلات، أو ربما يريد أن يخلق صورة محددة هو يريدها ويريد أن يغطي على بعض الحقائق. لا، ليس هناك من احتمال آخر. برأيك أين الباتريوت السعودي الذي كان يصد صواريخ الحوثيين حتى فترة قريبة؟ المنطقة التي انسحب التي استهدفت هي منطقة كانت واقعة تحت سيطرة القوات الإماراتية في صرواح، وكانت تحظى بتغطية من الدفاعات الإماراتية، وبعد انسحاب الإماراتيين عمليا من منطقة صرواح وعودتهم أيضا إلى مقر قيادة التحالف في مأرب، هم لا زالوا موجودين في مأرب أيضا. الواضح أن المسألة أصبحت في عهدة السعودية، والسعودية والإمارات عمليا يتبادلان الأدوار في إدارة الشأن اليمني والملف اليمني سواء في الشمال أو الجنوب. نشاهد عمليا شكل من أشكال المسرح السياسي الذي يدار الآن ويرتب في محافظة عدن بين القوات الإماراتية والسعودية، مصحوبا بدعايات ضخمة وكثيفة تتحدث عن انسحاب الإمارات وإعادة موضوعها وما إلى ذلك من هذا الكلام الذي تؤكد الوقائع بأنه ليس صحيحا بشكل كبير. القوات الإماراتية لم تنسحب من اليمن، إلا عادة الانتشار في مواقع عسكرية كثيرة، ولا زالت تسيطر على موانئ ومناطق حيوية في حضرموت وشبوة باب المندب والمخا والخوخة والساحل الغربي بشكل عام. وبالتالي مسألة الحديث عن انسحابات من هذا النوع هو عبارة عن فقط أشبه برشوة من أجل تهدئة بال الشرعية، وأيضا تمرير صفقة الاتفاق الذي يتم طهيه الآن في السعودية. نعم، إذن أستاذ عبد العزيز اسمح لنا أن ينضم معنا اللواء محسن خسروف الخبير العسكري عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور أستاذ آسيا. أهلا بك معنا سيادة اللواء، وبحكم خبرتك العسكرية ما هي توقعاتك لقصف اليوم الذي استهدف مقر وزارة الدفاع في مأرب؟ والله شوف، ما فيش حتى الآن أنباء دقيقة بالضبط، يعني المصادر الرسمية في وزارة الدفاع قبل قليل يعني قبل دقائق بتواصل معهم، قالوا أنه أصاب دشمة وأنه صاروخ أرض يعني ما فيش حقائق بالضبط، يعني نوع الصاروخ. في من يقول أن الصاروخ جو أرض، بس هذه تكهنات، يعني بحكم موقع وزارة الدفاع، موقع وزارة الدفاع في مأرب هو وسط سلسلة مرتفعات تجعل من الصعب أن يصاب بصاروخ أرض بشكل مباشر يعني. وقيل أن الإصابة جاءت في سطح المبنى الذي فيه المكاتب، هذا قول من تواصلت معهم في مأرب. والجانب الرسمي في الوزارة قالوا أنه لم يصب المبنى ولكنه أصاب دشمة، هكذا يقال يعني. ما أدري هل هي من قبيل الحرب النفسية أو عدم إعطاء الحادث الاهتمام الذي لا يستحقه،
لكن وصول الصاروخ إلى هناك يعني هو حرب نفسية أخرى على الشرعية سيادة اللواء، ليس كذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد ما اختلفناش، يعني لا اختلف. الضربة في حد ذاتها سواء في دشمة أو في المبنى أصابت أم لم تصيب، أن تصل إلى محيط حتى محيط مقر الوزارة شيء طبعا ليس مقبول ولا محمود، ويمكن يدل على أشياء أخرى نحن لا نرضاها ولا ينبغي أن ترضاها الوزارة ولا القيادة العليا للقوات المسلحة. هذه مسألة ما فيش فيها شك يعني. نعم قلت تدل على أشياء أخرى لا نرضاها، مثل ماذا؟ يعني مثلا نقول أنه مثلا البعد الأمني ربما لم يأخذ حقه من الاحتياط، أن الدفاعات الجوية اللي كانت تحمي مأرب وهي صواريخ باتريوت تتبع الإمارات العربية المتحدة لم تعد تصنع شيء، وأنها يمكن أن تجعل مأرب تغرق في سلسلة صواريخ ومن هذا القبيل يعني. وأنه حتى الآن البديل لم يتم، يعني لو فرضنا أن هذا الصاروخ باليستي فكان يفترض أن الدفاعات الأرضية وهي الصواريخ منظومة صواريخ باتريوت يعني تصطادوا في خارج أجواء مدينة مأرب، هكذا إذا فرضنا. وإذا قيل أنه كاتيوشا صاروخ كاتيوشا، فمن الصعب جدا أن أصدق أنا أن يعني صاروخ كاتيوشا يمكن أن يصيب مبنى وزارة الدفاع أو هذا المبنى اللي موجود في المكان الذي هو فيه، لأن المبنى كما أشرت سابقا يعني تحمي سلسلة جبال تجعل من الصعب سواء من هيلان أو من خارج هيلان جبل هيلان أن يصيب هذا المبنى بشكل مباشر لأنه غير منظور، إلا إذا كان مدفع هاون 160 وهو بعيد المدى. نعم. يعني اللي بيضرب كما يقال يعني هدف مستور، يعني يمكن أن يضرب أهداف غير مرئية لأنه بيطلع بشكل سمتي ثم ينزل بشكل عمودي إلى أسفل في أي هدف من الأهداف. والمدفع الهاون يعني تركيبه في جبل هيلان له شروط، لأن الجبل هيلان تحت الرصد المباشر لطيران التحالف سواء عن بعد أو عن قرب، وهو حينما يعني يطلق على أماكن على مأرب يطلق صواريخ كاتيوشا بشكل عشوائي لأنه لا يستطيع أن يعني يطلق يعني يظهر عربات صاروخ كاتيوشا بيم 21 أو بيم 3 أو أي نوع من أنواع العربات الصواريخ، لأن بمجرد ظهورها تضرب فورا هي تحت الرصد. لذلك يستخدموا مواصير، نوع من المواصير يحطوا فيها المقذوف الصاروخي اللي هو الكاتيوشا ويضربوه بشكل عشوائي، وكثيرا ما أصاب مطاعم وأسواق شعبية ومدارس ومتاجر محلات مدنية لأنه عشوائي. نعم، إذن بين يدي سيادة اللواء البيان الذي صدر من وزارة الدفاع على موقع 26 سبتمبر نت، يعني لم يشير بوضوح إلى فاعل معين، يعني هو يتحدث عن سقوط صاروخ صباح اليوم على أحد المواقع العسكرية أصاب غرفة حراسة في موقع عسكري، وأوضح الناطق أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة أعمال إرهابية تستهدف الشعب اليمني وقواته المسلحة التي تخوض معارك ضد الميليشيا الحوثية، ويشير إلى أنها أعمال إرهابية، لم يشير إلى فاعل واضح أو جهة مستهدفة حقيقية، وإنما هناك غموض في هذا الفاعل. وعدنا إلى شماعة الإرهاب التي نستطيع أن نعلق عليها الكثير من الأمور، ما رأيك؟ والله قد لا أتفق مع هذا، وقد يكون في شيء من الصحة، لكن أنا سأعطيه معلومات يعني. نعم. أقول يعني كما وأنا أشرت إلى هذا سابقا يعني أن صواريخ كاتيوشا التي تضرب على يعني تستهدف مأرب لا يمكن أن تصيب هذا المبنى بشكل مباشر لأنه مبنى مستور يعني غير واضح لمواقع إطلاق الصواريخ كاتيوشا. وإذا قلنا أنه باليستي فالسؤال هنا أين الدفاع؟ الدفاع الجوي يعني هل فعلا الإمارات سحبت كل صواريخها أم أنها بالصواريخ التي ما تزال موجودة في مأرب وقفت موقف المتفرج دون أن تحدث أي رد فعل، أو كأن الأمر لا يعنيها حتى وإن غرقت مأرب حتى وإن استهدف مكان حساس مثل هذا الموقع؟ وكثير من الأسئلة يعني. أما بالنسبة للوزارة وبيان الوزارة فمن الطبيعي أن لا يعطوا
الموضوع الحجم اكبر من طبيعه الحادث، يعني مع اننا كما قلت لحضرتك سابقا نوجه اللوم والنقد للبعد الامني للبعد العسكري للدفاعات الارضيه من اي نوع. يعني الصواريخ اللي اذا كان صاروخ باليستي يمكن لاي مضادات ارضيه ان تدمره وهو في الفضاء، لانه ليس سريع بسرعه الكاتيوشا. الكاتيوشا سريع، من الصعب جدا اصطياده، لكن كاتيوشا، والكاتيوشا مستحيل يضرب هذا المكان. واذا كان باليستي فالدفاعات الارضيه مدافع 37، مدافع 14.5، مدافع هذه كلها او حتى 23، المضادات الارضيه تستطيع ان تصطاد يعني بساتر ناري امام الصاروخ وتدمره وهو في الفضاء في الهواء. يعني دي مساله معروفه، انما دعونا ننتظر ونتتبع الاحداث، وربما يكون في لقاء اخر وتكون المعلومات اكثر دقه. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة اللواء محسن الخسروف الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من القراء من القاهرة. ما هو رأيك أستاذ عبد العزيز حول البيان الذي صدر من وزارة الدفاع قبل قليل؟ يعني أبرز ما جاء فيه أنه سقط، أن الصاروخ سقط على غرفة حراسة في موقع عسكري، أن هذا الاستهداف أتى ضمن عملية سلسلة أعمال إرهابية، وأن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الجيش الوطني وقيادته، وثمن جهود الأشقاء في المملكة العربية لمساعدة الشعب اليمني في المعركة الدفاعية لصد المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة. ولا أحد يستطيع عمليا أن يعلق على أمر مثل هذا يعني أن يكذب مثلا وزارة الدفاع أو يقول بأن ما حدث بالطريقة الفلانية، لكن عمليا التأخير في إصدار البيان والتعليق على ما حدث يعني وأخذه كل هذا الوقت ربما يضع علامة استفهام كبيرة في هذا الصدد. ثم أن مسألة الإرهاب والعبث بالبلاد، هناك أطراف كثيرة عبثت بالبلاد، وعلينا أن نتذكر بأن كثير من العمليات القصف التي كانت تتم أيضا لقوات عسكرية يمنية حدثت من قبل التحالف تحت مسمى الخطأ، القصف الخاطئ أو الغارة الخاطئة، والغارة الخاطئة استطاعت أن تنال من معسكر على الحدود السعودية اليمنية يبعد عن الجبهات بحوالي 800 كيلو متر، وقتلت العشرات بينهم قائد معسكر العبر. ولاحقا حدثت الكثير من عمليات القتل والتصفيات للضباط باعتراف قائد عمليات الجيش اليمني الديباني الذي تحدث قبل أيام في وسائل الإعلام، ونشرت هذه التفاصيل، ويتحدث عن عمليات قصف تمت من قبل قوات إماراتية لكتائب للجيش الوطني، لقيادات من الجيش الوطني. ثم بعد ذلك ربما بعد 4 سنوات من بداية الحرب شاهدنا الإمارات بشكل علني وهي تقصف الجيش الوطني على مشارف عدن في منطقة العلم، وكانت يعني تقدم على الأمر بشكل واضح وصريح وتعلن عن نفسها بأنها هي أصلا تستهدف الجيش اليمني. المشكلة ليست في هذه الممارسات والتصرفات التي وجدت عمليا من يشجعها ويتيح لها كل هذا الشكل من الغطرسة. المشكلة هي في القيادات، قيادة الدولة التي ظلت تتواطأ وتصمت طوال فترات الحرب، وصمتت على دماء قيادات وتحملت في ذمتها الكثير من الأرواح والدماء، وسيادة البلد أيضا التي تم العبث بها بالطريقة المهينة التي شاهدناها خلال الفترات الماضية. يعني عندما دولة تقوم بعملية استهداف للجيش في مناطق بعيدة و يعني ليس هناك ما يمكن أن يحدث لبسا حتى يعني بمسألة أنها مناطق اشتباكات مثلا وما إلى ذلك، يعني نتحدث عن مئات الكيلومترات تفصل بين الجيش وبين جبهة الحوثيين، ومع ذلك تم قصف وتصفية هذا اللواء والمعسكر. لو كان حصل شكل من أشكال الاحتجاج القوي وايضا الذي بالامكان ان يضع حد لمثل هذا الاستهداف، لما كان استمرت سلسله الاستهدافات للجيش والقصف بالغارات الجويه التي كانت تسمى خاطئه وتصفيه الضباط والكتائب، وقد خسرنا الكثير من القيادات. حتى قضيه استشهاد اللواء عبد الرب الشدادي، وهذا الرجل الاستثنائي الذي كان يقود الجبهات في المواقع العسكريه،
يعني هناك الكثير من الروايات التي تحدث عن عملية تصفية مقصودة. بالتالي يعني ماذا فعلت هذه القيادات المسؤولة عن هذا الجيش؟ ماذا فعل القيادات السياسية المسؤولة عن كل ما تعرضت له هذه التشكيلات والألوية العسكرية خلال الفترة الماضية؟ ليس هناك من أحد يخرج ويتكلم للناس. عندما خرج أحدهم وتحدث عن أننا لا نستطيع أن نقوم بعملية تحريك قطاع عسكرية أو القيام بهجمات، وإذا قمنا بهجمات نتعرض للقصف. أنا مثلا لدي معلومات من خلال مصادر رفيعة داخل الجيش بأن قيادي في التحالف العربي قال قبل فترة طويلة بأننا سنترككم في نهم أو سنصنع من نهم جحيم للجيش الوطني وللحوثيين، قال هكذا بصريح العبارة. وبالتالي عملية القرار في التعامل مع الميدان هو ليس بيد الشرعية، والشرعية ارتهنت للتحالف، والتحالف يقرر ما يشاء إلى الدرجة التي أصبح فيها يقرر من يصفي ومن يبقي وأين ينتقل، متى يضرب الجيش ومتى يسمح للحوثيين بأن يستهدفوا الناس والمناطق والأحياء السكنية، ومتى يعني شوهدت عروض وحشود الحوثيين في أكثر من مناسبة، عشرات المناسبات، ومع هذا لم يستهدف هلا الطيران، لكن هذا الطيران ذهب لاستهداف مواقع مدنية، ذهب لاستهداف مواقع الجيش، ذهب لاستهداف معسكرات الجيش. وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فأعتقد بأن يعني العملية لن تتوقف عند هذا الحد، ربما هناك شكل من أشكال التهيئة لإعادة هيكلة الشرعية ليس على المستوى السياسي فقط، بل أيضا ربما قد تطال الجيش. وللأسف وجدت السعودية من تمرر عليه مثل هذه الخطط وتتلاعب به. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ عبد العزيز أن ينضم معنا العقيد ركن يحيى أبو حاتم مستشار وزير الدفاع عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير سيادة العقيد. أهلا وسهلا بك أختي العزيزة. إذن كيف تابعتم سيادة العقيد حادثة استهداف وزارة الدفاع اليوم؟ حياك أختي العزيزة، حقيقة نحن في حالة حرب مع جماعة الحوثي، وهذا متوقع أن تقوم جماعة الحوثي باستهداف مقار ونقاط ومواقع تواجد الجيش الوطني، وهو ما دابت عليه الجماعة الحوثية. نحن في حالة حرب ولسنا في حالة سلام، ولذلك نتوقع أن تستهدف الميليشيات المواقع بمختلف يعني نوعياتها، سواء المواقع المتقدمة أو حتى مراكز القيادة والسيطرة، وهذا ما دابت عليها الجماعة الحوثية. هناك عمليات تصدي لهذه الاستهدافات، سواء عن طريق الصواريخ المضادة للصواريخ أو عن طريق مثلا العمليات الاستخباراتية، ويتم إخلاء المواقع. لكن اليوم نتكلم على يعني عملية في اعتقادي أنها سبقت الكثير من هذه العمليات. كان هناك عمليات يعني أكثر من 15 عملية، تم محاولة استهداف وزير الدفاع، ومحاولة استهداف رئيس الأركان، ومحاولة استهداف نائب رئيس الجمهورية، ومحاولة استهداف قيادات المناطق المتواجدة في المنطقة العسكرية السابعة وكذلك الثالثة. لكن رغم هذا الحمد لله سلم الله، كان هناك استشهاد السائق الخاص بوزير الدفاع واثنين من المرافقين لوزير الدفاع وللقيادات الأخرى، وجرح اثنين آخرين. تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وشفى الله الجرحى. وهذا لن يثني القيادة في وزارة الدفاع في استكمال ما بدأته، على وهو تحرير باقي الأراضي اليمنية من سطوة ومن سرطان الجماعة الحوثية. نعم، يعني سيادة العقيد دعني فقط أقف معك على بيان وزارة الدفاع الذي لم يشر بهذا الوضوح إلى الجاني. أنت تتحدث عن أن نحن في حالة حرب وهذا دأب ميليشيا الحوثي، ولكن البيان علق الأمر على أعمال إرهابية، لم يحدد الجاني بهذا الوضوح، لماذا برأيك؟ قد يكون يعني هناك قصور في، لكن ما أؤكد عليه أنا أنه ما تم هو عملية استهداف قبل جماعة الحوثي في البيان أو في كتابة البيان أو في قراءة البيان، لكن العدو هو الحوثي، هو من قام بهذه العملية. هذا ما لدي أنا من معلومات شخصية، لكن إذا كان هناك معلومات أخرى لدى الناطق الرسمي باسم الجيش وهو الأحق حقيقة أن يتكلم، وهو المصدق أيضا، هو الصاحب المخول بالتصريحات وبال بما ينفي أو يؤكد، ولذلك أنا لا أستطيع أن أجزم
فيما جرى، لكن ما وصلت إلي وتواردت إلي من معلومات من عمق وزارة الدفاع أن ما جرى هو عمل استهداف من قبل جماعة، هذا ما وصل إلي حاليا. نعم، إذن كيف تفسر إمكانية الوصول إلى مقر القيادة العسكرية للحكومة بعد 5 سنوات من المعركة؟ يعني أنت قلت بأن نحن ماضون في تحرير ما تبقى من البلاد، ولكن لنا 5 سنوات ونحن في هذا المضي الذي يعني حتى الآن لم يفضي إلا إلى استهدافات بين الفينة والأخرى لمقار عسكرية، وأنت تحدثت عن إفشال 15 تقريبا هجوم. يعني هل ننتظر أن نفقد أحد القادة بأحد هذه الهجمات؟ أختي العزيزة، أنا استمعت إلى أحد الضيوف، لا أعلم من هو، ولكن تكلم على مسألة إيجاف العمليات العسكرية من قبل القيادة السياسية وليست القيادة العسكرية. نحن في القوات المسلحة نأتمر بأمر القيادة السياسية بمثابة خانة رئيس الجمهورية، و يعني العمليات العسكرية التي قامت بها الوحدات الجيش اليمني في مختلف الجبهات كانت قوية جدا. لولا إيجاف العمليات العسكرية في بعض الجبهات تحت المسمى الإنساني، تحت الضغوط الدولية، أنا أؤكد لك أختي العزيزة أن هناك يعني قوة قادرة على تحقيق الانتصار على الأرض ما في حال ما اتخذ القرار السياسي. وهنا أؤكد على القرار السياسي وليس القرار العسكري، القرار السياسي للحكومة الشرعية والتحالف العربي الذي يفترض أن تكون الحكومة اليمنية تعمل ضمن التحالف العربي كشركاء. وما أؤكد عليه أختي العزيزة أن الصواريخ التي تقصف مارب يعني لدى الحوثي قدرة أن يقصف بهذه الصواريخ، وهو يقصف حتى إلى العمق السعودي، فما بالك بمارب وما زال لديهم موقع داخل يعني على تخوم مارب. نتكلم على صرواح، نتكلم على جبل هيلان، هذه المواقع ما زال يتواجد فيها الحوثي للأسف الشديد، ولذلك نقول أن ليس بعيد مارب على هذه المواقع. أيضا الطائرات المسيرة بدون طيار، والحوثي استطاع أن يعني يحصل على هذه التقنية خلال هذه الأشهر الماضية نتيجة اتفاق ستوكهولم ودعم النظام الملالي في إيران بقوة لجماعة الحوثي، واستطاع أن يعزز من قدراته الدفاعية والهجومية. أيضا للأسف الشديد كنا نصرح ونقول أنه إيقاف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات هو تعزيز القدرات جماعة الحوثي، لكن ما نؤكد عليه أنه رغم هذا لدى الجيش. ألو؟ نعم، ما زلت أستمع لك. نعم تفضل. رغم هذا أخت العزيزة لدى الجيش الإصرار الكامل بقيادته وأفراده وضباطه على تحرير اليمن. نعم، يعني سيادة العقيد، ربما لست الوحيد الذي تتحدث عن هذا الإصرار، وظهر معنا العديد من العقداء ويعني الألوية يتحدثون عن إصرار الجيش، ونحن نؤمن بهذا الإصرار. يعني هذا الجيش الذي يضحي بنفسه في أرض المعركة ربما هو الوحيد الذي نؤمل عليه الآن، ولكن أيضا هذا الجيش قراره مرتهل لدى السعودية وأمر يعني وهو أعلى، حتى هذا القرار أعلى من الحكومة. يعني نعلم جميعا ما هي الضغوط التي أخت العزيزة. نحن في الجيش الوطني لسنا مرتهنين للسعودية، نحن مرتهنين بقرار القيادة السياسية للحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية. والحكومة لمن مرتهنة؟ ليست مرتهنة للسعودية. نحن نتبع وزارة الدفاع تتبع الحكومة اليمنية، وبطبع الحكومة اليمنية تتبع رئاسة الجمهورية. نحن لا نتلقى أوامرنا إلا من هذه المؤسسات، وهذه المؤسسات هي المخولة بتحريك الجبهات أو بإيجادها، ولذلك نقول أنه نحن لا السعوديين شركاء معنا في الدعم اللوجستي، في الدعم بالأسلحة، وهم يعني لا يعني متواجدين معنا في الميدان. لكن بالنسبة لإيقاف العمليات العسكرية، أنا أؤكد أنه الجيش اليمني والوطني لا يتلقى أوامره ولا توجيهاته في مختلف الجبهات إلا عن طريق القيادة السياسية. دعنا لا نختلف على هذه النقطة، أنا متأكدة منها سيادة العقيد، بالتأكيد لن تتلقوا أوامركم إلا من الحكومة ممثلة برئاسة الجمهورية، ولكن رئاسة الجمهورية هي من تتلقى أوامر السعودية، والجميع يعي ذلك، وهذا هو المؤسف حقيقة. يعني ربما في أكثر من مرة يتوقف التقدم لدى الجيش الوطني بسبب أوامر سياسية، ضغوطات من السعودية على الحكومة ثم عليكم. يعني هذا أمر ليس بالجديد. يعني أنا أودي أن أوضح يعني في هذا الجزئية، يعني السعودي هل السعودية يعني
سماع يعني تتكلم انها تحاول ايجاف العمليات العسكريه. هل السعوديه بحاجه ان يكون اليمن في هذا الوضع السيء وبحاجه ان تكون الحدود معها ملتهبه وبحاجه ان يكون الحوثي متواجد الى حدودها؟ انا في اعتقادي ان هذا على المستوى الاستراتيجي والتعبوي غلط جدا. السعوديه من مصلحتها ان تكون اليمن في حاله استقرار، من مصلحتها ان تكون هناك دوله، من مصلحتها ان تكون جماعه الحوثي خارجه عن المشهد السياسي والعسكري، من مصلحتها ان لا تتواجد اذرع ايران بالجوار منها. ولذلك فمساله ان السعوديه تحاول ان تربك العمل العسكري هذا غلط. قد يكون هناك بعض الضغوطات الدوليه مثلا الامم المتحده ومجلس الامن على التحالف العربي وعلى راس المملكه العربيه السعوديه كونها هي القائده للتحالف، ان هناك عمليات انسانيه وان هناك منظمات حقوقيه وبدوره، لكن انها تحاول ايقاف العمليات العسكريه يعني بضغوطات على الحكومه الشرعيه، هذا هذا هذا, هذا لا, لا, لا يمكن. السعوديه هذا ما كنا نامله ونتوقع من السعوديه، ولكن للأسف الشديد 5 سنوات أثبتت لنا العكس. إذا ما زلتم مؤمنين بدورها فيعني ربما ستنتظرون 5 سنوات أخرى. شكرا جزيلا لك العقيد ركن يحيى أبو حاتم مستشار وزير الدفاع، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ما رأيك بحديث سيادة المستشار أستاذ عبد العزيز؟ وبالتأكيد هو كضابط في الجيش بالتأكيد سيكون حديثه إلى حد كبير ملتزم بالضوابط المتعلقة بحديث لضابط ضابط ينتمي للجيش، يعني سيكون حذر وغير قادر على أن يتحدث بشكل صريح. لكن في نفس الوقت علينا أن نتذكر الحديث الذي كان تقريبا، لا أدري إذا كان إلى قناتكم أو إلى قناة أخرى، ل اللواء خسروف وهو يتكلم بشكل صريح عن أن التحالف منع الأسلحة عن الجيش وأيضا أوقف الضربات أوقف هجمات الجيش وأوقف تقدمه، وبالتالي هذا أمر كان ليس فقط لمحللين ولا وإنما كان شخص يتحدث باعتباره رئيسا لدائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، وبالتالي كان شخصا مسؤولا. هذا الشخص بمجرد أن خرج للحديث على عبر الإعلام بهذه المعلومة تم إقالته ببساطة، والإقالة بالتأكيد تمت من خلال ضغوطات مارستها دول التحالف، ولا نستطيع أن نجزم بالضبط من الذي أمر أو ضغط على هذه لإقالة محسن خسروف، لكن بالتأكيد المتضرر من المعلومات التي تحدث بها خسروف هو بالتأكيد من أمر بإقالته، وبالتالي المسألة لم تعد يعني غير معروفة أو أنه يمكن التلاعب بها، وأيضا إعادة صناعة رواية غير يعني منطقية. وخمس سنوات كانت كافية لإثبات أن الحرب في اليمن كانت عبارة عن ألعوبة كبيرة تم من خلالها يعني تهيئة مسرح لحرب إقليمية كبيرة بين أطراف حاولت تصفية حساباتها داخل اليمن وإرادة في نفس الوقت إغراق اليمن. يعني عندما نتحدث ونعلم بشكل مسبق بأن دولة أو دولتين في هذا التحالف العربي هما من دبر هذا الانقلاب الذي استطاعت من خلاله إيران إسقاط العاصمة العربية الرابعة، بالتأكيد في النتائج هذه هاتان الدولتان لا يمكن المراهنة عليهما لاستعادة العاصمة أو استعادة اليمن من الانقلاب الذي يعني عمليا هما كانتا متورطتان في هذا الانقلاب، وبالتالي شاهدنا عملية التلاعب بالمعارك وعملية التقدم. من الذي أعاد مثلا القوات العسكرية من منطقة الراهدة في تعز في مطلع 2016 من بعد أن تجاوزت الحدود الشطرية بين الشمال والجنوب؟ نعم. يعني هذه القوات وصلت إلى منطقة الراهدة، يعني هناك الكثير من الوقائع التي تؤكد بأن عملية بأن المعركة كانت عبارة عن معركة خطط لها بشكل مسبق، وكانت الإمارات كطرف واضح في المعركة لديها أهداف واضحة وتصرفت بشكل واضح حيال هذا الأمر وعبثت بالطريقة التي تخدم أهدافها. نعم أستاذ عبد العزيز، بالأمس كان هناك محاولة لاغتيال الوزيرين الميسري والجبواني، واليوم هناك محاولة أيضا لاغتيال وزير الدفاع، كيف تفسر هذا الفشل الاستخباراتي لدى الشرعية؟ كل ما حدث هو يكشف بأن لدينا قادة لا يتحلون بالمسؤولية الكاملة والكافية لا تجاه أنفسهم ولا تجاه بلدهم ولا تجاه
الأفراد والتشكيلات والمؤسسات التي تتبعهم. هؤلاء يعني للأسف الشديد شاهدناهم خلال الفترات الماضية وهم يتنقلون من مكان إلى آخر ومن عاصمة إلى أخرى في لحظة البلد يعني يعيش حالة حرب، عندما يقبل رئيس الدولة أن يمنع من العودة إلى عاصمته طيلة أكثر من عامين، ويقبل بالغطرسة والإهانة التي مورست بحق السلطة اليمنية ممثلة في شخصه، يعني أعتقد بأن هذا الأمر كافي للتدليل على أننا نفتقد للقيادة القادرة على مواجهة مثل هذه التحديات الكبيرة. يعني البلد يعيش حالة حرب، القيادات المسؤولة والتي يفترض أن تدير هذه الملفات الأمنية والسياسية والعسكرية غير متواجدة على الأرض، بالتأكيد سنواجه مشكلة كبيرة. ونحن الآن نحصد هذه الثمار، عندما يغيب القائد الأول عن المعركة بالتأكيد القيادات الأخرى ستتساهل وتتواكل، ونحن نعلم بأننا عبارة عن دولة نشأت تقاليد إدارة حكومية وسياسية تقوم على الرأس الأول. الرأس الأول دائما هو من يضخ القوة أو الضعف إلى هذه المفاصل، وبالتالي كان الكل يتواكل والكل يبحث عن مصالحه ويترك البلد يغرق رويدا رويدا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني لو كان هناك على الأقل شكل من أشكال اليقظة لكان الحادث الذي أو الهجوم الذي وقع واستهدف رئيس شعبة الاستخبارات بالجيش اليمني كان كافيا، لأن يعني يقرع جرس الخطر بالنسبة للسلطة الشرعية ويدفعها باتجاه ترتيب أوضاع المؤسسات اليمنية وبالذات الأمنية والاستخباراتية. يعني رجل الاستخبارات الأول في الجيش اليمني قتل ببساطة، حتى الآن لا أحد يدري ما الذي جرى في ذلك الهجوم. هناك يعني تدفقت الكثير من الروايات، هناك من تحدث عن عمليات اغتيال تمت على الأرض مصاحبة للهجوم، هناك من تحدث عن هجوم يعني قامت به أطراف محلية في مناطق تسيطر عليها الشرعية، وفي هناك من يتحدث عن هجوم للحوثيين وهم الذين تبنوا الهجوم. يعني الكثير من الأشياء تدفقت ويعني عمليا لخبطت القصة ولم لم نعد ندري من الذي قتل طماح. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد العزيز أن ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز الهداشي المحلل السياسي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور أستاذ عبد العزيز. بداية، ما هي قراءتك لما حدث في مأرب اليوم؟ الحقيقة أنا استمعت للحلقة كاملة والأمر في غاية البساطة. أنا أتوقع أن يكون الصاروخ طبعا الصاروخ أو القذيفة التي سقطت على مبنى وزارة الدفاع ليست صاروخ بالستي، لأنها لو كانت صاروخ بالستي كان التأثير حقها أكبر بكثير وكان الدمار كبير جدا. أتوقع أنه صاروخ كروز جوال صغير من الذي استهدف أبو اليمامة في عدن، وهو نفس الصاروخ الذي استهدف في إحدى البرات مطار أبها. الصاروخ هذا لا يمكن للبتريوت اعتراضه كونه يأتي قريب لسطح الأرض ويتماهى مع التضاريس الجغرافية بحيث أنه يتحرك كالثعبان مع التضاريس الجغرافية، لكن العيب الصاروخ هذا تأثيره محدود. أستبعد أيضا أن يكون أيضا هذا المقذوف كاتيوشا لأنه صعب ومستحيل، أو يكون غير دقيق لأنه يقصف عادة هذا النوع من الصواريخ قصف عشوائي نتيجة البعد ونتيجة عدم إمكانية ظهور قاذفات الكاتيوشا. نعم، ما هي توقعاتك عن مصدر هذا المقذوف؟ لا لحظة، هو قد يكون تفجير صوتي افتعله وزير الدفاع لفت الأنظار إليه، يعني هذا أمر كل الأمور محتملة، وقضية استشهاد ناس وجرح ناس لدرجة أن يقتل سائقه؟ هذا الأمر عادي قابلة للتحقيق، تأخرهم في إصدار بيان إلى هذا الوقت قد ربما يكون لمداراة شيء معين. أنا عادة لا أدهم بس أضع الاحتمالات كاملة يعني في الصورة، كل الأمور محتملة. أنا استغربت من البعض الذي يقول أن الحوثي يعني لماذا لم يستخدم البتريوت؟ البتريوت لا يستخدم ضد هذا النوع من الصواريخ، ووجود البتريوت مثل عدمه يعني عديم الفائدة، وشاهدنا أنه قصفت السعودية وقصفت عدن دون أن يعترضها البتريوت بهذا النوع من الصواريخ. فالأرجع عندي أنه يكون صاروخ جوال،
الخطورة ليست هنا، الخطورة أنه قد تكون عبوة ناسفة، وهو ما يدل على أن على اختراق أمني كبير لوزارة الدفاع. أيضا نعم، ألا يوجد اختراق في كل الأحوال حتى لو كان من الحوثي المقذوف هذا، بحيث يعني حين تتواجد قيادات الوزارة يتم الضرب؟ ربما حدثنا المستشار عن 15 هجوم لنائب رئيس الجمهورية لقيادات مختلفة. يعني أريد أن أؤكد لكم أن أغلب هذه الهجمات هي هجمات يعني فرقة إعلامية. أغلب الهجمات التي ذكرت هي فرقعات إعلامية أكثر منها هجوم حقيقي. قد يكون حق اليوم هجوم حقيقي من الهجمات الحقيقية، لكن الاختراق الأمني لا يمكن أعطيش. لكن هذه الفرقات الإعلامية تضرهم، يعني ما الذي ستفيدهم؟ يعني أنت تقول أنك تتعرض لصناعة مجد شخصي أكثر ما تكون هم، لا يهمهم يعني الدفاع عن الجمهورية والوحدة وأنهم في حالة حرب، يريدوا لفت الأنظار إليهم. وأذكركم مثلا يعني في الفترة الانتقالية وزير النقل بهذيب كل يوم يتعرض لمحاولة اغتيال، والإعلام يهدد محاولة اغتيال فلان محاولة اغتيال فلان. هذه الأمور كلها واردة. أنا الآن نحن في حالة التحليل. أنا استغربت من بيان وزارة الدفاع الذي يقول عمل إرهابي. نحن في حالة حرب، ومن حق كل طرف أن يستهدف المنشآت أو الشخصيات العسكرية الكبيرة أو مقر وزارة الدفاع أو المعسكرات. هذا حرب، هذا ليس عمل حربي عمل إرهابي، بل عمل عسكري طبيعي عادي جدا. نعم نعم. إذن كيف تنظر إلى أداء الجيش في مجال الاستخبارات العسكرية والأمنية؟ أنا لو قلت لكم على ذكر الاختراق الحوثي، سبق ان احنا تناقشنا في الموضوع هذا كثيرا. ولو جبت لك قائمه القيادات الامنيه والعسكريه في مأرب، اغلبهم اقربائهم من الدرجه الاولى قيادات حوثيه. على سبيل المثال لا الحصر، انا لا اريد ذكر اسمه، لكن بس اعطيه عبد الملك المداري مدير امن مأرب، هذا على سبيل المثال. اعطى الادهى والامر عبد الله الحاضري رئيس النيابه العسكريه، أخو قيادي في الحشد الشعبي في العراق، وأبوه والمرجعية الاثنى عشرية. ولو استعرضنا بقية الأسماء كلهم القيادة اللي ماسكين المفاصل الرئيسية للجيش والأمن في مأرب، أقربائهم من الدرجة الأولى هم قيادات حوثية. وبالتالي نعم، على العموم أستاذ عبد العزيز تم إقالة المداني اليوم بحسب الأخبار. شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداش المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أخيرا أستاذ عبد العزيز المجيدي، يعني مأرب كانت من أهم المدن التي دحرت الانقلاب، وربما كانت تشكل وما زالت أمل بالنسبة لليمنيين أن تشكل نواة للدولة القادمة، ولكن منذ فترة يشهد الجيش والشرعية تراجعا ملحوظا فيها أمنيا وعسكريا. إلى أين سيصل الوضع هناك برأيك في ظل تعدد الخصوم لمأرب؟ عموما الوضع إجمالا لا يبشر بخير على الإطلاق في كل على كل المستويات. على المستوى السياسي هناك شغل من أجل إعادة هندسة الوضع في اليمن بالطريقة الملائمة للسعودية والإمارات. هذا الأمر قد ينعكس بالضرورة على ترتيبات وضع الجيش وإعادة هيكلته وبناء ربما وتمكين قوة عسكرية ما لا تنتمي لهذا الجيش الذي قاتل خلال الأربع سنوات الماضية. هناك إشكالات أخرى متعلقة أيضا بوجود الفساد، ومتعلقة أيضا بعمليات المحسوبيات التي ساهمت بتعيينات لأفراد وأشخاص، ربما كما قال الهداشي قبل قليل ربما قد يكون جزء من الاحتمالات أن هؤلاء الأشخاص ربما يلعبوا دور في عملية اختراق الشرعية وما إلى هذا. يعني كان يفترض أن يكون هناك حذر كبير وشديد حيال التعيينات بالذات التي تخص أشخاص ربما قد تكون لهم صلات قرابة بقيادات حوثية وما إلى ذلك. لكن ما لا أدري أنا كيف تفكر هذه الشرعية وهي تخوض حالة حرب وتقوم بعملية فتح نوافذ وأبواب لعملية اختراقات غير حميدة وكارثية. الوضع إجمالا نحن على مقربة من مرحلة ربما هي عمليا ليست ذاهبة باتجاه مثلا تصعيد أو حالة حرب. نعم. مع الحوثيين الواضح
أن هناك عمليات مشاورات ومفاوضات تجري بين السعودية والحوثيين وبين الحوثيين والإمارات، وبالتالي هناك عملية إعادة ترتيب ملفات قد تستهدف بالضرورة إعادة ربما ترتيب وضع الشرعية في المرحلة المقبلة بحيث تكون هي الطرف الأضعف. شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.